مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. صراحة هذا البث جد مؤلم والله، لازم الإنسان لا يخطى على شي واحد صحته، حيت شي حاجة ماشي سهلة. أن الله يستر دابا هذا السيد هذا، راه شنو اللي وقع ليه؟ كان عادي في الزنقة ضرب يمكن بحديدة، ولا ليه واحد تعفون رجليه دابا لدرجة كحلة. ما هو اصلا ما غاديش نقدروا انا نديو عليه حيت هو مريض عقلي. يعني كيف ما كت الاخوات ديالو الاخت ديالو عفوا كتقول ضرب واحد الضربه في رجليه لدرجه اقسم بالله العلي العظيم الرجل ديالو ولات كحله، بحال السروالي لابس، بحال ديك العبايه كحله كحله. ما نقدرش نبينوها لكم بسبب ان الفيسبوك غادي يمسح هذا اللايف، وما يمكنش اننا ننشروا بحال هذه الامور. ولكن كنتمنى منكم الله يجازيكم بخير، حنا الان مع الاخت ديالو اللي ضحات بحياتها على قبل الاخ ديالها، هي اللي هزاه، هي اللي كتصرف عليه، هي اللي كتعاونه، ولكن راه تغلبات، راه حتى هي ما عندها جهد. كنتمنى منكم انكم تساعدوها، يعني كنتمنى منكم انكم تساعدوها باش انها تعتقها الاخ ديالها. هذا الاخ راه كيف ما كنقولوا كيموت بشويه بشويه، يعني الانسان ما كيموتش مره واحده، ولكن الناس كاينين اللي كيموتوا عرق بعرق، شويه بشويه، دقيقه بدقيقه. ماشي سهل ان رجليك كتحس بها كامله كتالم وكتضرك. السلام عليكم اختي. شنو النداء ديالك؟ شنو المشكل بعد الاخ ديالك؟ وشنو النداء؟ طبيب محسنين اول خويا سكين راه مريض مرض عقلاني ومريض، وديتو محن خميس ديتو ميريزكو، كيطلبوا لي الراديو، انا ما عنديش باش ندير الراديو، وانا تي كنخدم غير في الديور ما عنديش شي حاجه، امي تاهي شاده الفراش وكلشي، عندي هاد خويا ما بغيتوش يمشي ليا وصافي. بغيت المحسنين الله يجازيهم بخير، الله يعطيهم صحيحتهم، الله يعاونو، انا ما يعطيوني حتى حاجه، يتكفلوا بي، بغيتو يقطع غير هاد الرجل، هاد الرجل بدات كدوز لي بالدود اختي. ماشي سهل انك تشوفي الاخ ديالك في هاد الحال. ماشي سهل، هو مسكين مريض مرض عقلاني، مسطل ما عندوش العقل، انت كتشوفي فيه اختي. الله يجازيهم بخير، اخوتي المغاربه، عاونونا الله يسهل عليكم. الله يعطيكم غير صحيحتكم. هاد خويا مسكين راه مريض مرض عقلاني ورجلو دايزالي بالدود، وما كتخلي حتى شي واحد، حتى واحد ما كيقرب ليه ليا، لدرجة أنا بغيت ندي للسبيطار خصني ندي في لابيلانس، ما كاينش اللي غيهودو معايا ولا يدي معايا. أختي قلتي لي أن الأخ ديالك ضرب حديدة في رجليه باش وقع ضرب حديدة، هو حيت مريض ما كيخلينا لا نقربو ليه لا نلحقو ليه، تتعفنات ولات بحال هكا. دابا راه الصباع مات وكحالت كامله كحالت، خاصها تقطع. علاش مازال ما تقطعهاش؟ انا بغيت نقطعها، مشيت لميريزكو درت لي التحاليل، درت لي الراديو، بقى لي داك الراديو الكبير، قالوا لي ب 90000 ريال. ولكن انا ما عنديش، ما استطعتيش، كنخدم انا غير في الديور، كندير غير ميناج. يعني انت كتخدمي وكديري على قبل الاخ ديالك باش تصرفي عليه وباش تعالجي. هذاك الشيء كاين اختي، انا راه تغلبت، حيتي الكرام حيتي الماطو، خويا مسكين ها هو ما قديتش نشوفو بحال هكايا. يعني ما بغيتيش دوزي خوك، كنشوفك انت كتالمي فاش كتشوفيه بحال هكا. ما بغيتش ندوزو، هو مسكين كون كان عارف وعنده العقل هو غيجري على راسو، ولكن هو مسكين مريض مرض عقلاني. هاد المرض عقلي من شحال هو مريض؟ من شحال من عام هادي هو مريض وما عندنا حد مسكين. ها هو كتشوفي فيه اختي، كنطلب من خوتي المغاربه يعاونوني ويعاونو هاد خويا يديو، انا ما بغيتش يعطوني حتى شي حاجه، انا بغيت يتكفلوا بيه ويديو مسكين باش يقطع هذا الرجل. يعني خاصو شي مصحه خاصه دابا؟ خاصو دابا ملي كنمشي لهاديك السيكيريتي باش زعما يشوف ليا شي حاجه، تيقول لي خاصك دابا ضروري كلينيك. فاش كتمشيتي سولتي في شي كلينيك قالوا لك شحال غتقام عليك العمليه؟ ولا شحال كيقول، شي كيقول لي 160، شي كيقول لي مليون ونص، كل واحد شحال كيقول لي اختي، وانا ما في استطاعتيش، انا كندبر يلاه على شي 100 درهم ولا 50 درهم، نصير غنشري هاد الدواء اش غندير لي. دابا اختي شوف تي في الله يعطيهم صحيحتهم، والله يجعل ربي خوتي المغاربه ما يحنوش فيا انا، يحنوا في هاد السيده هذا راه مريض عقلاني ما عنده حتى حد. كانوا خوتو كيعاونوا، خوتو تاهما جاو السرطان وماتوا. يعني بقيتي عنده غير تقريبا دابا غير انت اللي هازه؟ انا وهاد اختي واحد خويا تا هو مريض مرض السرطان ما عنده باش غادي يعاون، جاهم السرطان كاملين جوج ماتوا دابا، يلاه دابا عام باش مات واحد، دابا شهرين باش مات. يعني اللي فهمت انك انت اللي هازه المسؤوليه ديال الاخ ديالك. وانا الناس هما اللي كيعطيوني، الا شاط شي حاجه ديال الماكله كنجيبها ليهم، الا يلاه كنت ما عرفتش اش غندير، والحمد لله. الرقم ديالكم اختي ديال التليفون شحال؟ انت قلنا الرقم، يعني كيف ما شاهدتوا معنا مشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي هذه الاخت ضحات بحياتها. 06 93 18 29.
يعني كيفاش هاتو معنا هاد الاخت ضحات بحياتها على قبل الاخ ديالها. الحاجه الوحيده اللي يقدر ان الانسان يطلبها، رجعي جلستي تما خليك مع اخت، الحاجه الوحيده اللي يقدر الانسان يطلبها هي صحيحته. هاد السيد راه كيتالم كيتعذب رجليه واحد الدرجه راه ما يمكنش انكم تقدروا تشوفوا فيها. داكشي علاش كنتمنى منكم الله يجازيكم بخير انكم تعاونوها وتساعدوها باش ان شاء الله ان هاد السيد يدير العمليه في اقرب وقت، حيت حتى الرجل الاخر اللي سرق تقدر انها دات تعاده وما يمكنش ان يبقى هاد الوضع اكثر من هكا. الرجل ما بقاش شي مرحله اخرى من غير هاد الرجل كامله كحالته، دونك خاصها تقطع. مشال محمد الخميس ما داروا معاهم والو، ياك اختي محمد الخميس ما داروا معاكم والو، مشيتوا لميريزكو ما داروا معاكم والو. كنتمنوا شي محسن اولا محسنه يتدخلوا ويتواصلوا مع هاد الاسره هادي ويديو هاد السيد للكلينيك باش يقدر انه يدير هاد لوبيراسيون. الله يجازيكم بخير. الرقم حطيناه لكم في التعليق ولا في العنوان ديال هاد البث هذا، والسيده راه قالته الرقم حطيناه للمساعده فقط، الناس اللي غتتصل باش انها غتساعد ماشي باش غتفلل. الله يجازيكم بخير. تواصلوا مع هاد الاسره بالغرض ديال المساعده، خاصهم واحد المبلغ باش يمشي هاد السيد للكلينيك ويدير العمليه. اختي ساره بغيتي الرقم ديالنا، عيطي دخلي لاباج اوفيسيال وتواصلي مع الرقم اللي كاين تما، تواصلي مع الاداره. يعني كنتمنى منكم الله يجازيكم بخير انكم تعاونوا هاد الاسره وتعاونوا هاد الاخت اللي الهم الوحيد ديالها هو تعتقوها وتنقضوا وتنقض ليها رجليها. حتى بحال خوتو ماتو ما بغيتيش، هو اللي بقى عندك اختي، هو دابا اللي بقى واحد خوتها هو باقي مريض فيه. يعني كنتمنى ان شاء الله انه ما بغاتش هو يمشي يساعدو. خوتي ماتو ما بقيتش باش نعالجو، بقاو هنايا تمات، بقى فيك الحال، بقى فيا الحال. مريض هاد خويا حتى هو يمشي مسكين، واخا مريض عقلاني واخا هكا انا ما بغيتوش يا اختي يموت. يعني راه خوك راه بحال ولدك، راه محنا، راه بيناتكم ماشي. انا ما بغيتوش يداع، واخا هو مسكين مريض مرض عقلاني ما عارفش، وكان عارف غادي يمشي هو يا اختي، هو غير يقطع رجله هو غير يقلب على راسه، ما عندنا حتى واحد تيقول لي بغير الله. كنتمنى اختي هاد المحسنين يتعاونوا مع هاد السيد هذا، حنا ما كنطلبوا يعطيونا في يدينا حتى شي حاجه، يتكلفوا هما بالكلينيك ويمشيو هما بيدينا حتى ريال وما يتكلفوا بيه. وتمشتي يا مرات هي كبيره شاده الفراش. كيشا مهمتي هنا مشاهدي وتبعي قناه وفتي دي، كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو هذا اللايف اللي صراحه جد جد مؤلم، وكنتمنى ان شاء الله يعيطوا لنا هاد الاسره وتفرحوهم ويديروا هاد العمليه في القريب العاجل. الله يجازيكم بخير، ما تواصلوا معاهم وساعدهم، حيت اللي غادي يدير شي خير غيديروا يعني لله. وهاد السيد راه كيفما قالت راه مرفوع عليه القلم، راه مريض عقلي، راه ما تيعرفش لدرجه تكون كان كيعرف ما غاديش يخلي رجليه توصل لهذا الوضع هذا. وهنا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، نتلاقاوكم في بث مباشر اخر بموضوع اخر. السلام عليكم ونهاركم.